مساء الخير، حياكم الله. اليوم في نقصة القصار، اليوم نقصة القصار غير، اليوم أنا ما راح أطبخ، بيطبخون المساعدات اللي عندي اللي هما مدام كماري وماما راني، فهم اللي بيسوون اليوم نقصتهم. وعشان عازمين أهلهم، كماري عازمة ولدها وعازمة واحدة من البنات مع ريلها وعيالها، وماما راني بتاخذ اكل حق ريلها وبناتها. ريلها ياخذ يعني تبروير، ياخذ يعني تاخذين تبروير. اي تاخذ تبروير وياها. وكماري بياكلون هني ويانا. ايه خوشي. فاليوم انا بس بقدم لكم، ولا تبوني اشتغل؟ اشتغل اشتغل اقص وصل حق الاوادم؟ لا لا لا، بس مني اشتغل. بس مني؟ زين وراني؟ انا بادي اشتغل. انا بس هيلبر، انا ما راح اخذ منكم شيء. ما راح اسوي شيء، هم اللي بيسوون كل شيء، انا بس بساعدهم. فاليوم انا عشان بس اوضح لكم شنو كماري ايش بتسوين اليوم. اليوم نسوي اتشار سنغاري بطاطا، ليمون اتشار، مانجا اتشار، صويا بصل، بهارات، ثوم، بطاطا، كربنجا، شوي بارد. الحين الترجمة خمسة. احنا اقول لكم هذا كله اللي سمعتوه، هذا انا عارفه لاني ما اخذ عليك الصبحيه. بتسوي لكم مثل السمبوسه صغار اللي هي شنقاره يسمونها، فيها بطاط وفيها اتشار مانجو اتشار ليمون، عدل. بتعين هي العينه مالتها وبتخلطهم تالي مع بعض، تالي بتقليهم وتوريكم الطريقه. اما ماما راني فبتسوي الشوربه مالتنا الملكيه اللي احنا كل مره نحبها، اللي هي عدس. عدس، سلكو، بسلك، بصل، طماط، بصل وطماط، بطبطة، وبطبطة بطبطة اللي هي ماستر سيد او حبوب الخردل. ايوه، وفلفل. الحين بنخليهم يستعدون، بولع لهم الجول. هذا الاول نبتدي في طبخه كماري ونشوف شنو مقادير العينة اللي بتسويها. فخلنا نحضر شولنا ونرد لكم على طول. أول شيء بنروح حق ماما راني. ماما راني ايش بتسوين؟ عندك العدس؟ عدس. العدس منقع بماي على طول، بتحطينه في الجدر. الجدر. زين يلا حط. ايوه، وتخلينه يطبخ. شنو نضيف وياه بعد؟ مع العدس. طماط. ايه، كم كوب تقريبا هذا عدس؟ خمسة استكانة. خمسة استكانة، يعني تقريبا كوبين عدس. ايوه. ايه. وبعد؟ سلكو، طماط. ايه. واعطيه وياه على طول الفلفل هذا الحار. ايه. انزين، ايش كثر بتحطين؟ ثلاث اربع خمسة بس. لا حطي عادي، شيء مثل ما بيتكم، ايش تسوين كيفك. بدل ما ياكلها، ما ياكلها. فلفل حمر، فلفل الخضر هذا الحار، بتحط تقريبا ست قلوب فلفل. اوكي. حطيتيه تنتظرينه يطبخ. لما يطبخ بتضيفين شنو؟ الطماط. الطماط. الطماط والسلق. كثروا من السلق اللي هو هذا ورق السلق. احنا ماخذين هذا فقل صغار ناعم. كم شد هني؟ خمسة. خمس شديد سلق. هذه عند ماما راني، خليها يمك هني. لما الحين بتقطينهم ولا بعدين؟ لا شوية يطبخ. يطبخ بعدين. زين، هاي رد حق ماما كماري. ماما كماري ايش عندك؟ اول دهن. انزين خلي هذه عنك. أنا أشيلها. بتحطين دهن أول، أعطيني الدهن. كثر دهن؟ حق خمسة؟ إيه خمسة. زين، بسم الله، صبينا شوية دهن. أيوة. بس اثنين قبشة. واثنين قبشة ماستر سيت اللي هو بطبطة. متى نعرف إنه استوى؟ لما يطلع صوته. عاد الكماري؟ إيه. صبري شوية خليه يطلع صوته. إيه. وهذه الحمسة مالتك القبشة. اول لازم الماستر سيد عشان هو هذا السيكرت مال الطعم مالها. حطينا شويه دهنه وبصل. إيه؟ هذا البصل لك ولا حق ماما راني؟ حق ماما راني. لا تبوقين بصلها. هذا لك. انت صغيره؟ انت صغيره ها؟ انا صغيره. يلا قاعد بدا يطقطق، حطي البصل فوقه. والبهارات كماري تالي. زين. حمسنا الحين الجدر هني، ننطر هذا جدر ماما راني لانه ما يش بارد عشان كذي. لا 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 لا، السكينه هي كذي ما يخالف. الحين نحمس هذا. شنو بعد؟ ثوم. وثوم مدقوق وياه. خوش. لما يتغير لون البصل بشويه. ايوه زين، سويتي غطيتيه عشان يطبخ بسرعه. اوكي يا راني. وهذا شنو هو؟ لا قبل لا تحطينه. بهارات كركم. بهار بيتنا المشكل وكركم. بس يصوفر البصل شويه تطلع ريحته مع الثوم. زنجبيل ما في كماري؟ لا ما. انزين، حطي هذا شنو هو؟ كربنشه. وكربنشه ورق الكاري. خوش، تمام.
الحين تطلع ريحه الكربنشا، عقب نحط البهارات. وعندك بطاط؟ اي بطاط. بطاط مسلوق مقطع ها؟ والكزبره على متى راني؟ اخر شيء. اخر شيء. الحين كمار تنطرين هذا يستوي؟ بعد اخليه يطبخ. الحين اضيف له البهار؟ ايه. ان شاء الله. بهار شويه ملح. بتضيفين الحين هذه كزبر تقريبا شده واحده شده إيه كزبر مع ما حطينا البهارات، حطيتي البهارات؟ حطيت البهارات خلاص. اعطيني ملح شويه راني، اعطيها ملح ثاني. ايوه كماري مثلي تحب الملح وايد، بس انا لا تحطي ملح وايد على اللوادم. اه اشار فيه صح؟ لا اشار فيه، لا اشار فيه في ملح، لا يقرشكم الملح، ديروا بالكم. الحين ايش بنضيف؟ البطاطا. خش تمام. طبخي بهذا جدرش ولا بعد؟ ها طبخي طبخ. يلا حمسي انت البطاط، خلنا نشوف راني ايش بتسوي. ان شاء الله. بنرد لكم بعد شوي عشان راني. هني الجدر مال ماما راني، شوف العدس شوفه عندك باين يبقى قاعد يطبخ. نص مبين؟ نص يطبخ اي. الحين اعطيه. ارفع عليك مبين؟ اوكي. ها. نص طبخه ايش بنضيف عليه؟ كركم. كركم بس. كركم بس ها؟ اعطيني قفشه. ها ها هذا كركم بس. والبهارات بعدين؟ بعدين خمسي وبصل وياك. ايوه تمام. نضيف له الكركم وبعدين تحطين فوق الطماطه؟ طماطم. والطماطم مقصص هذا تقريبا ثلاث طماطات. ايوه. وبعد؟ ماي حار شويه اعطي السلك. انزين بتحط ماي حار شويه تالي بتضيف السلك. كمان ايش بتسوين الحين يبا؟ بس اعطي ماي حار الحين. الحين اعطي ليمون اشار. حطي ليمون اشار مني. ايه. اعطي مانجو اشار. تقريبا كم ثلاثه قفشه ليمون؟ ثلاثه قفشه اشار. ثلاثه قفشه. واحده اشار ليمون. هذا الاشار الهندي يبا اللي ينباع او اللي طبعا بيسوي بروحه، بس هذا ينباع جاهز. واحد بطاطا وواحد قفشه إيه؟ اشار بس. كل واحد بط... إيه؟ كل واحد إيه؟ خوش قياس كل بطاطا واحده كبيره إيه؟ حقها قفشه واحده. اوكي الحين كذي جاهز؟ إيه جاهز. هذه حمسه كماري خالصه جاهزه. الحين ما مره ايش حطيتي؟ الطماط والعدس. عدس. تنطرين يطبخ وتحطين شنو؟ السلق. هذه اطفي عليها. بتضيفين لها شنو؟ صبار ولا ها؟ صبار. هني ماما راني بتحط صبار. صبار هندي. صبار هندي اللي هو ممروس عدل. أيوة. او الحين في جاهز تقريبا نص كوب. نص كوب. أيوة. نص كوب حق هذا الكوبين العدس المفلوحين. اخليه ماني. السلق متى؟ سلق الكمام. الحين؟ أيوة. هذا السلق راح ننزل السلق. ايه. اوكي. شطرة. عفو. وتخليني يطبخ ايش كثر راني؟ كثر 10 دقائق. 10 دقائق تقريبا راح يطبخ لما يتهادى السلك مع ال مع شو اسمه مع العدس والطماط، وعقبتين نوريكم كماري يسوي حمصه خاصه تحطها فوقه. اما راني اقول كماري عندها شغله ثانيه بتعين العينه، راني عندها حمصه خاصه تحطها فوق هذا. فننتظر شوي. يلا حضري الحمسه العين مالك. هذا طفي عليه، هذا طفي عليه. هذه الحشوه خلصت شوفوها ريحتها طبعا عجيبه. هذه بتحشي فيها شو اسمها؟ شنقاره. الشنقاره. اشار الشنقاره. اشار الشنقاره. الحين هذا العدس استوى عدل ماما راني؟ استوى. الحين بتسوي لكم الحمسه. شنو نحط فيها الحمسه؟ اول شيء شنو؟ اشب لك الشوله. هذا ايوه شويه زيت. زيت عندنا. ايوه. وبعد شنو هذا اللي هو الماستر سيد حب الخردل. ايوه خلت تخلص الدهنه حاميه. كماري ايش بتسوين؟ صبري شويه هلا ما تحمد دهنتك. كماري بتسوي العجينه اللي بنحشي فيها الحمسه اللي سويناها. كم كوب هذا؟ 2 كوب. كوبين طحين عادي ها اسمر. إيه. اوكي تمام. شو تضيفين لكماري؟ 2 قفشه حليب بودر. اي 2 قفشه حليب بودر اللي هو تقريبا قفشه مره، قفشتين صغار يعني، وقفشتين سكر ولا واحده؟ سكر. ايوه
وبعد خميره بس واحد وخميره واحده بس شويه أي. بس ايوه شوية وبعد ملح. وشويه ملح نعم كافي اوكي جود وتعينها بماي بس عادي وتخليها ترتاح عشان نبتدي نسويها الحين هاد ردينا عند راني ايش حتحطين راني؟ حطين ماستر سيد ايوه ايش كثر قفشه تقريبا قفشه متروسه اوكي وتحركينه شويه لمان ثوم والثوم هذا الثوم تفضلك باين يبقى عندك ممتاز وبعدين هذا الكربنشة اللي هو ورق الكاري ورق الكاري تقريبا يعني هاند فول على قولتهم شويه خمطه باليد وبعد شنو يبا؟ بصل والبصل حطين بصل راهي لان هذا كوبين عدل ايوه تمام هذا البصل وعندك مكعبات هذا الملوتد هذا البعدين هذا مال النكهه عقب تحطهم اللي هم الستوك تبون مال الخضره تبون مال الدياي مال اللحم كله يستوي هذا هو بس تحمس شويه البصل تحط البهار بعدين بهارات اخر شيء اخر شيء البهارات اللي هم الكاري مع البهار مال البيت هذا هو اذا بغيتيه قولي لي واخر شيء الصبار ها صبار انزين كماري الحين تعيني العينه عينها كلش زين لما تملى شنبه واحده عدل إيه. لازم يبلين لازم يبلين تقدرون تستخدمون الطحين الابيض بس يعني احنا نفضل الطحين الاسمر افود وامطع سلسلها خبزه صدق ايوه اي 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 على راحتك لما تقاود تبي نزود طحين ترى الماي على حسب العينه اذا زاد زيدوا شوي زي شوي طحين اذا قل زيدوا الماي شويه يعني على حسب الجو اللي دائما دايركم مو معقول ان كلش بالكب يصير خاصه كذي ايوه هذا السلق والماي والطماط والفلفل والعدس استوى عشان تعرفون العدس استوى تشوفون الحبه مالته خلاص لانه منقع من قبل دايبه موليه عدل الحين نسوي الحمسه بعد شنو وياها؟ بعد شويه البهارات ماستر بصل كربنشه تنطرين كر اصفر شويه عدل؟ اصفر اي ما تبين كركم وياه الحين؟ لا ها خلاص كركم حطيتيه هني؟ ايه؟ حطيت الكركم هني بس بورا ها كماري؟ ايه خلي شويه كذي كذي طقيها طرقيها 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 مثل ما تسوي العاده ايوه 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 ايوه, أيوة عشان تبلك احنا ليش مريحه عمرها كماري الله يسلمكم هي مسويه عينه ذاهبه ومخليتها مرتاحه كاهيه فالحلوه ما تبي تتعب عمرها فكل شيء جاهز عدل؟ عدل شفت شلون؟ تعلموا يعني مني انا كل شيء جاهزه قبل الشغل. كماري هنا قاعد تشتغل. حشين كماري؟ تقريبا مقدار قفشه من الحمسه اللي سويناها. هذه لان ما حطينا منها لان شويه بعدها حاره لازم الحمسه تكون بارده وتقصينها ايوه عدل الحيل ايوه تمام صفينها هني خليني احط الطحين شويه هني. ايوه وتصير فيها الحجم وهالشغل هذا. والحين راني عشان بتضيفين بهاراتك اوكي؟ اوكي. لا بس شويه بعد شويه عاد انا ما اقدر، راني ملكة الحماس في البيت، لازم تحمس كل شيء على مزاجها. كماري تحمس مصهود، تربح تربح ويلا مع السلامة. راني تحمس زيادة، لازم يطلع الطعم، عدل؟ عدل ان شاء الله، مشكورة مشكورة. وهذه النجرة اليومية. انت ماكو همسي انا همسي انت ماكو همسي انا همسي كل يوم اي والله اصبعت ريحته قويه الحين وبعدين شنو الكزبره كزبره بس بعدين الكزبره كله مو كله يبقى نص نص بس ايوه بس كزبر ما في شبنت ما في شيء ثاني بس كزبر لا ها بس كزبر سنري الله سلام تعالي الحين هذا يصير فوقه أيوة. وتطفينه بالاصبع أيوة, ايوه ايوه اشوف هذا شوي هني هذا مال الماجيك مال المكعب اللي شو اسمه النكهه ما بنسوي كذي تمام تمام خش كذي اوكي؟ اه اوكي على طول الحين؟ ايه الحين اوكي على طول خليك وياها الحين على طول نطشها فوق عدل؟ ايه هذا ايوه تمام تمام بسم الله بعدين اصباره بعدين الصباره ها؟ ايه. اي بلش الحين بالوسط عشان تبي نار طبي ولا زين؟ لا لا زين. زين نار يعني؟ ايه. بس صباره. حط الصبار فوقه. عندي. حلو. فتصير الشوربه هذه كذي اللي هي منعوته، كل ما تمينا قلنا ماما راني سوي لنا هذه شوربه مال السلق مع العدس. وهم هناك يدمون فيها مع العيش،
مع البراتة مع الخبز. هذه خلصت ما قصرتي احمد، قول كله يني يسوي. خوش تمام. وهذه الحين كماري بتخلص وبنقلي لكم وبنرد الفقرة الثانية وياكم. خذينا مساء عندنا كماري وراني، الحين راحوا يكملون باقي قلايهم وشغلهم. الحين عندي جوية وعندي كيت وعندي روين. روين خالتهم، تعالي روين داخل، تعالين اوقفي ويانا. واختها كانت عندي قبل، وهذه بنت اختها وهذه بنت خالتها، فانا عندي الفاميلي كامله. واليوم نسوي طبخه فلبينيه، كل الناس يسمعون طبخ الفلبيني، هذه ادوبو هم اللي سووا، انا اكل وياهم فطبخه حلوه. اول شيء من التبدين انت جوي نبي الحين بس هوت بان بنقول لكم المقادير، مقادير الادوبو اللي بنسويها. صب شويه زيت، وعندنا ثلاث ديايات مقطعين، وعندنا ورق الليمون، وعندنا السويت تشيلي، وعندنا فينيجر او الخل، وعندنا الصويا صوص الحلو والصويا صوص العادي، وشنو الثاني، واويستر صوص عدل وبي ليف، والثوم، شرايح الزنجبيل، شرايح الفلفل الحار، وهذا الليمون جراس اللي هو عواد الليمون، وهذا شنو بلاك بيبر ولا ها هذا الادوبو ميكس. ادوبو ميكس يبيعونه بالسوبر ماركت، مكتوب عليه ادوبو ميكس حق الاكل الفلبيني. وطبعا منكه الطعام اللي هو مال الدياي وبصل. والحين بنبتدي. اول شيء وات وي بوت جوي؟ اي بوت ناو بصل. اول شيء البصل. يلا تعالي يا كيت، يو هيلب هير، اي جيف يو هير. روين هي ستي هير وذ ذم هير. ايوه. وبعدين عقب البصل شو بتحطين؟ ثوم. اول شيء تنظرينه شويه يذبل. ميك ات براون. على ما يحمر البصل بنسوي العيش. اليوم عيشنا شنو؟ اليوم عيشنا جاسمين رايس، ما في دهن، ما في اي شيء ثاني، عيش وماي اللي هو العيش الفلبيني مالهم اللي يسوونه ستيكي رايس. عدل يبا؟ يتيوبا. اي ستيكي رايس. فاليوم اكلتنا الحين فلبينيه. كماري وربعها سووا الاكل الهندي، والحين بنسوي اكل فلبيني. فخليني انا اسوي جزء من البيت هير. هذا العيش انتم غاسلينه ومنقعينه عدل؟ اللي هو العيش الفلبيني. يتيوبا. اربع كيلات على طول ها؟ يا على طول. يلا بسم الله. دوبي مالينيو. تمام تمام. اكيبا فيها منك لا تاكل ذير. هذا هني بنصب عليه ماء الحار. اونلي ووتر سولت بعد ولا نو سولت؟ بوت يبا ليتل ليتل سولت. ها اول يبا اول يا حطينا الزنجبيل. اوكي يو كان جيف مي، انا اول سبراي. ايوه وان باي وان سو اي كان نو. ناو وي بوت ذا جارليك اند ذا اونيون اند ذا جينجر. حطينا البصل وحطينا الزنجبيل وحطينا الثوم وقبعت علينا ريحه البصل والزنجبيل ما شاء الله. يلا اي وتحط الحين مكعب مال النكهه وياه الحمص وياه اللي هو هذا بهاره. اوكي لايك ذس. ناو وي اد ذا تشيكن. اوكي بيس بيس باي بيس. Just put it here near to you. أيوة. تمام. Good. حلو. وبعدين we leave it on the fire. Yes, you bet. And we put all the spices. It will take 10, 45 minutes. نخليه على النار تقريبا 45 دقيقة. Yeah. To give water on the. وبعدين نحط له ماء ايش كذا؟ Yeah, yeah. And cover. Soy sauce. And the soy sauce, half of the amount or all of it? Oyster. Good enough. Okay, وبعد شنو الحين؟ حطينا خل وحطينا soy sauce. Yeah. ولا هذا oyster. This one the soy sauce. Soy sauce. This one. Yeah, the first one is oyster.
وهذا اللي هو سويت سويا صوص عدل؟ يا يا نجا نما عدن اكي او باتينا ايوه فوقه. فتلاحظون هو ما استخدموا ملح الحين، الملح كله ضيهم من الصوصات اللي حطوها. او قميلا الحين شوفوا لان روين هي خالتها فتعطيها التعليمات تقول لها سوي كذي سوي كذي. عدل روين يو جيف ذا انستركشن بطيطو في قماي ويستخدمون فيها البطاط هم فايحين نص فوق عشان يحطونها تالي. ستيل يو دونت بوت ذا سويت افتر يا يا حطيته نص كوب ماي عشان يستوي فيه الدياي وبعدين وي ليف ات Yeah, we have it. Summer. Yeah, yeah. Summer. Yeah. For how many minutes? 15. 15 minutes, تقريبا. Yeah. Okay, good. Toda. Will bay leaf. Toda, yeah. Hey, good. Lemongrass will take all the smell. Bay leaf, wood هذا اللي هو ورق الليمون والبي ليف اللي هو ورق الغار. بعدين بيغطونه يخلونه يستوي والتشيلي. Later, no? Later? Yeah, yeah. You don't put now two chili? No, you put later. Spices? Little bit more spice. الحين طلعت ريحته حلوه. بنغطيه نخليه يرتاح، وعندنا سلطه ثانيه هم سلطه مالت الفلبين، سلطه بارده، هي عباره احنا بقول لكم عن مكوناتها، بس خلي هذا يرتاح على ما يستوي ونقدمه لكم، نرد لكم بعد شوي. الحين الدياي خذ له شويه طبخ تقريبا 10 دقائق او 15 دقيقه شو بس بنحط عليه جوي now we put add we add what the rest soy sauce the mix شويه صوص all of it or half of it only half يبا half okay yeah. and the sugar and the black pepper yeah هذا الشوكر الله الشوكر هذا نشف من الرطوبه كهو all of the sugar ها yes تقريبا قفشه كبيره شكل اللي هو براون شوجر وملح ما راح احط لانه فيه سويا صوص بس بلاك بيبر و فلفل اسود ايوه وبعدين شنو عندنا يبا الاويستر اويستر صوص بس نعم ادوبو وهذا بهار الادوبو أعطيني قفشة أحسن. Give me small spoon. One spoon will be enough. ولا all of it. Two. Two spoon ها. والبوتيتو. The potato first. I will mix this one. أيوة. And then the potato. Mix it this one, then with the potato. إنزين. الحين عندنا أكلة ثانية هم يحبونها. اللي هي سلطة المعكرونة مع المكونات عندنا فواكه مشكلة وعندنا جبن مبشور اللي هو الشدر وعندنا كورن وعندنا طبعا هذه الفواكه وعندنا شوية زبيب أو ريزنز وكريمة مايونيز مايونيز وبعدين شنو هذا تشيز كريم اللي هو الكريمة العادية اللي هي الجيمر ومايونيز الحين ايش بنسوي نخلط هذول كلهم او فيرست وات وي بوت هاف اوف ذيس اند ذن اي ويل بوت ذا ليكويد اول هاف عاد يا صوصة معكرونة تكون فايحة حتى منقار زيت كلش هذا نص المقدار enough يا enough يلا بعدين شو تحطين فوقه؟ all the كريمة هات وبعدين المايونيز تقريبا كوب مايونيز وكوب كريمه وبعد هذا كوندنس ميلك وهذا الحليب المكثف هم بعد كامل علبه كامله حليب مكثف والفواكه اخر شيء هاي يبا طبعا تشوفونها غريبه بس والله كل اللي كلوها جربوها يقولون لذيذه تلوي كلنا وبعدين هذا شنو يبا ها يبا وهذا اللي هو الحليب المو المكثف حليب العادي اللي نضيفه على الشاي على قولتهم ايفر ايفر بريتد
ايوه وبعدين بعدين فواكه. يلا عاد فواكه المشكله بعدين بعد شنو؟ الذرة؟ وكوب ذرة. غريبة بس هي سلطة باردة، على قولتهم سلطة حلوة باردة. الريسين. وهذه البلاك ريزن أو الكشمش الأسود. والكشمش الأصفر. وفلفل بعد؟ شيري. يلا بالبرست. يا سلام. I think we'll leave some for the puppies. Decoration after. Yeah. Okay. Yeah. صارت بينكش لونها. Yeah. هذه تقريبا الحين خلصت بس نحط ديكورها فوقها ونرد لكم عشان الأدوب. جهز اكلنا، اخر شيء نضيفه حق الادوبو اللي هو السويت تشيلي، هذا ينباع في كل مكان. قبل لا ننشبه. كذي يكون جاهز ونطفي عليه الشوله. نبي ننشب اول شيء العيش. هذا عيشنا عند الكماري. الكماري سوت لكم هذا، شو اسمه كماري؟ شنقاره؟ شنقاره اتشار. وجوي مع كيت سووا لنا المكروني سلط. مكروني سلط. فنحطه هني، شوفوا شلون ستيكي رايس، هو لازم يبونه كذي. مو مثل عيشنا. هذا الستيكي رايس. عدل؟ بسم الله. اسم لها؟ اسم الهوم ها؟ يا كماري بعد من ساعة تقول اسم الكم ما شاء الله عشان احنا قاعدين في حيدر اباد. هذا ماما خلاص. شوفوا يشرب ماية ويصير كذي ثك. البطاط بعد. أعطني كنكسة مش الأطراف مني. هذا طبقنا اليوم خلص. سووا البنات الادوبو اللي هو الاكل الفلبيني مالهم، وكوماري سوت الشنقاره، وماما راني سوت العدس مع السلق والفلفل اللي هو ينوكل اساسا بعد ما هم مع العيش او مع خبز. عدل؟ وسووا هذا السويت الفلبيني اللي هم يحبونه، لازم كل مناسبه يسوونها فيها. ونقول لهم صحة وعافية، وهذه النقصة حق أهاليهم. نشوفنا نجبنا نص وخلينا نص عشان حق تشوفونا أنتم ويانا، والباقي بودونا حق ربيعهم. ونشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية. يلا قولهم فما الله يا كماري. مشكور. وجوي سي هاي أند باي باي. باي باي. باي باي. نشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية بنقصة جديدة، وإن شاء الله تهنون في لقمتكم. لكن يربو، هذا وايد لذيذ وهذا عجيب، والعدس لا يطوفكم حق رمضان. في أمان الله. نشوفكم اليوم من حيدرآباد ومن الفلبين. نقول لكم ألف تحية. يلا مع السلامة.